السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نتعامل مع الخرائط اونلاين ArcGIS. اول ما افتح الرابط اللي هتلاقيه في الفيديو ميك اماب، يفتح لك الخريطة بالشكل دوت. تقدر تعمل زوم من خلال البقرة بتاعت الماوس على المكان اللي انت عايزه، وليكن مثلا هنا اهوت. تقدر تعمل شير لللوكيشن دوت وتبعته لأي حد، ممكن تحطه مثلا على الفيس أو كده. طيب ممكن تسايف في المكان زي ما انت عايز، وتديله تايتل وتديله تاج وتديله سامري. ممكن تقول له انا عايز اطبع الخريطة ديت ومع الليجند. هنشوف ازاي نضيف ليجند من هنا. طيب ممكن اقول له انا عايز اقيس، لما انا بقيس مساحة معينة مثلا، اقول له مثلا من هنا لهنا لهنا لهنا، وبعد ما خلص ادوس مرتين هو هيبدا يقول لي السكوير متر قد ايه، او انا عايز اقيس مسافه وليكن مثلا من الاسكندريه للقاهره لبني سويف للمنيا بالشكل دوت، هيديني المسافه قد ايه. وممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز اشوف الخريطه بشكل اخر، خلينا مثلا نعمل زوم على منطقه معينه مثلا المنطقه ديت. أو ممكن تقول مثلا أنا عايز أشوفها كفراريس، أو عايز أركز على الشوارع بالليل لأنها بالليل، أو عايز أشوفها مثلا. وكل واحدة من دول بقى لها الإعدادات بتاعتها، فتقدر تشوفها بالشكل اللي أنت عايزه. وممكن تيجي هنا تضيف لير من الويب أو من ملف عندك جاهز، أو تضيف بعض النوتس زي ما أنت عايز. ممكن تضيف كروس مثلا بالشكل دوت وتكتب الوصف بتاعها وتسيبه، وممكن تحط مثلا ريكتانجل بالشكل دوت وتبدأ تكتب سكريبشن والايمج يو ار ال زي ما انت عايز.